أنت الآن ساجد. طبعا وضعية اليدين مهم جدا قبل ما أبدأ. وضعية اليدين تكون عند ماذا؟ عند المنكبين، ولها حالة ثانية تكون بين الرأس. يعني عندنا صورتين، الصورة الأولى هكذا، تضع يديك كفيك بين رأسك هكذا، لاحظتم اليد وينها؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عند المنكبين هكذا بهذه الصورة. بعض الناس يقدم يديه بهذه الطريقة، هذا خطأ. وبعض الناس يجعل يديه هكذا هكذا عند ركبتيه، وهذا خطأ. من الخطأ ما يفعله بعض الناس من بسط الذراعين هكذا، يبسط ذراعيه، هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأخطاء أن يسجد بعض الناس على أطراف أصابعه، وهذا خطأ. وبعض الناس يجعل ظاهر كفيه، وهذا كله أخطاء. السنة أن تضم أصابع يديك وأن تستقبل بهما القبلة هكذا بهذه الطريقة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تجافي بين عضليك وجنبيك، إن كنت تصلي لوحدك فترفع بهذه الطريقة هكذا، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تصلي في الصف لابد أن تراعي من حولك من المأمومين وأن لا تؤذيهم.